شفنا ترى نجم 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 النجوم بيلعب اداء رجولي رجاء مهاره ما حدش يعني ما شوفش حد جنبه ابدا بيلعب زي كويس الحمد لله قد اللي عليه وهو شرفنا بصراحة واحنا فخورين بيه والحمد لله على كل شيء. ما بالنسبة للخروج والفريق الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كابتن كبير واحنا متشرفين بالاداء اللي هو عمله وكل البلد تتشرف بكابتن طارق من كابتن الاصالي. كابتن طارق من احسن اللاعبين. ده دوره كما ينبغي وهو فخر مصر وفخر العرب بلا تردد. الوحيد اللي ادى دوره على اكمل ما يكون واشتال بلاوي ولولا طارق حامد ومحمد الشناوي كان منتخب مصر طلع الاخير بالدوره زي ما طلع الاخير برضه في كاس العالم. وانا مبسوطه ان هو في الماتش. الماتش لازم يكلم الحاجه ويكلمنا ويطمننا عليه وبعد الماتش برضك لازم يكلم الحاجه ويطمننا عليه.